خلينا نحضر هالفيديو أنا وأنت. أوكي. مين الأهم كممثلة وحضور على الشاشة، أمل عرفي أو ماجي أبو غصن؟ بتعرف هلا السمك السمك كثير طريف بالكريمة على فكرة. كريمة كثير طيب. إيه يلا. أيوة. الله. تصريحك والمقارنة بين الممثلة ماجي أبو غصن والممثلة أمل عرفة سبب نوع من الخلاف بينك وبين أمل ورجعتوا تصالحتوا. حقيقي هو ما سبب خلاف بيني وبين أمل قد ما الناس هي اللي حركت إنه يصير خلاف. أنا كانت النية إنه هن تنتين ممثلات كتير كبار، نجمات كبار، أكيد لا شك إنه أمل عرفة تاريخها أكبر من تاريخ ماجي، وهذا بشهادة ماجي وهذا موجود يعني بالأرشيف، ما كان في داعي إني أنا أحكي عنه. ولكن أنا محبتي الشخصية للنجمتين أمل عرفة وماجي أبو غصن هي اللي ما خلتني إني جاوب، لأنه أنا خفت يعني انفهم غلط أو انفهمت غلط. بس أنا أبداً ما كان قصدي الإساءة لأي واحدة. طب اليوم إذا رجع فيك الزمن لورا طرحت عليك نفس السؤال، شو ردت فعلك؟ بقول إنه أمل عرفة لا شك إنه هي تاريخ كتير كبير. أمل عرفة لما كانت تمثل، على فكرة أنا كنت طالبة بالمعهد مع إنه نحن نفس العمر، بس هي فايتة قبل. وماجي حققت بالسنوات الأخيرة نجومية كتير كبيرة على مستوى لبنان والوطن العربي، وإنه هن التنتين نجمات كتير كبار بالدراما العربية. بس اللعبة بتسمح لك تجاوبي باسم واحد. شكراً. ما 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 حلو هذا الشيء، ما حلو ينحط بين الزملاء. مو أنا بمكان إني أقول مين أهم ومين مو أهم، كل واحدة تاريخها ببينها مين هي مين الأهم. بس ليه دايماً منشوف في خلافات متكررة أنت وأمل، شو السبب؟ والله ما في خلافات أبداً، بالعكس هو بصير سوء فهم للأسف، بيغزوا البعض. يعني مين هن البعض هول؟ البعض من الفانز؟ الناس أحياناً بيكونوا من الفانز يلي بيوصلوا أحياناً بطريقة فانزاتك أو فانزاتها؟ بغض النظر ما بدي أحكي. والعتب أنا بعرف لما بيكون العتب كبير، لأنه المحبة كتير بتكون كبيرة. قد يكون أنا أشحفت بحق أمل إنه هي فعلاً كانت قبلنا نحن التنتين، يعني يمكن هيك فهمت غلط. انت وامل وماجي نجمات بنفتخر فيكم بالعالم العربي. خلينا ننتقل انا وانت لصفحه جديده من بعد دنيا 14 كانون الثاني عام 2004، وفاه الوالد يلي عم نشوف صورته على الشاشه. من الواضح انه كانت علاقتك كثير قويه بوالدك، شكرا الله يرحمه. شو هو الشيء الوحيد يلي بيعزيكي بغيابه؟ حاملة اسمه، وين ما رحت، وين ما اجيت، وين ما طلعت، وين ما فتت. جنسيتي الفلسطينية يلي بعتز فيها انه منحني اياها. حبيبي هالاسمر اللون هالاسمراني. بس تشتاقي له لوين بتروحي؟ للاسف حتى هو ماله مدفون بسوريا لظروف خاصة وشخصية جدا، والدي مدفون بالقاهرة. فحتى انحرمنا، يعني عرفت ليش احيانا بيكون بدك جواز سفر مشان تقدر تسافر تروح تزور ابوك، يعني مو مشان لا تروح سياحه ولا تروح تشم هوا. ايمتى اخر مره زرتيه؟ من زمان والله، لانه صارت الاجراءات كثير صعب والفيزا كثير صعبه وبدك تقدم كثير اسباب لحتى انت ليش مسافر على كثير بلاد. يعني اذا رحت اليوم لعنده شو رح تقولي له اول شيء؟ هلا انا بعثت له مع ماما رساله، بقول له اشتقت لك، وبقول يعني الحياه قاسيه كثير بلا الاهل، وصاير معي حالي يعني ما بدي اياها تتحول لمرضيه، انه لما بشوف عيله مع بعضها بحسدهم بس مو بشر ابدا ابدا. بقلن يعني الله يديم عليكم هي السعادة، لو كانوا عم يتخانقوا هي سعادة. عدوا معهم قد ما بتقدروا، شفتوا تليفون بابا فورا ردوا، مو بعد شوي بحكي، ماما نفس الشيء، لأنه هي لحظات
ما بتتعوض عليه. الله يرحم الوالد. شكرا. آمين. الممثل وصديقك الراحل نضال سيجاري عوض لك هالغياب نوعا ما او هالفراغ؟ لا، ما حدا عوضني عن ابي انا ابدا ابدا. نضال صديق، يعني وجعي الثاني بعد ابي هو كان نضال. انا ما بدي اكون مثاليه واقول انا بس بحب نضال، نضال كل الدنيا كانت اذا اليوم تحبه. هو موجود وبدك توصفي يعني له للدراما السوريه بكلمتين، كيف بتوصفي له اياها؟ بقول له انه بلشت تستعيد عافيتها يا نضال، الدراما السوريه ومكانك فاضي ومكانك فارغ.